أنا دكتور أحمد ثروت أورال سيرجن أند إمبلانتولوجيست. هنتعلم مع بعض كورس بيزك تو أدفانس إمبلانت دنتستري على AskYaDoc.org. عندنا البيزك كورس هيعلمك إزاي تختار الإمبلانت ديزاين المناسب للحالة، إزاي تعمل بيشنت سيلكشن، إزاي تشوف البون دينستي، إزاي تقرأ الكون بيم إكس راي، ازاي تعمل سوتشرينج، ازاي تحط امبلانت في الاستاتيك زون، ازاي تعمل امبلانت بليسمنت ايميديت افتر اكستراكشن. كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عشان تبتدي وعشان تبتدي تشتغل امبلانتس في عيادتك. وعندنا برضو جزء الادفانسد هيكون ازاي تعمل اول ان 4 اول ان 6 البون جرافتنج تكنيكس الساينس ليفتنج ريج سبليتنج. وهنعلمكم كل ده بطريقه تكون سيمبل وفيري افكتيف عشان تكون النتائج عندك كويسه. اتمنى ان انتوا تكونوا معانا وتستفيدوا، وشكرا جزيلا.